وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من سبها للوقوف على الوضع في المدينة وآخر التطورات الميدانية عميد البلدية سيد حامد الخيالي. بداية سيد حامد، لو تصف لنا الوضع الآن في مدينة سبها. وحين عندنا نشتغل الان كنت في المستشفى في حوالي 5 أو 6 جرحى، احدهم حالته خطيره يعني، واحد حاله وفاه واحده، وفيه من المدنيين اللي بنت صغيره في فيها اضرار، فيها اضرار في المستشفى بعدين، والان القتال داخل الكتيبه بين المتطرفه اللي دخلوا الى الكتيبه، وان شاء الله سيظهر باذن الله في خلال الساعات القادمه باذن الله. طيب سيد حامد، يعني أنت الآن قلت أن الوضع هذا يعني الآن يوجد توقف للاشتباكات، لا يوجد اشتباكات الآن في مدينة سبها، أليس كذلك؟ لا 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 لا، مش داخل مدينة سبها، داخل مدينة سبها مثل الوضع هذا داخل مدينة سبها، لكن المعسكرات الوضع مش هذا، المعسكرات هي في المعسكرات ومازالت الاشتباكات مستمرة، من الآن مستمرة الاشتباكات في المناطق العسكرية. لكن المدينة داخل المدينة، أنا ما بحاجة داخل المدينة. نعم سيد رفع أو حامد الخيالي عميد بلدية سبها. نعم. ألو ألو. نعم سيد حامد. نقدم نداء استخفاف لجميع القوات المسلحة. الموجودة في سبها والجنوب. عليها الالتحاق بسرعة باللواء السادس لإنقاذ الجنوب من المجرمين والخونة والدفاع القادم. لأن الوضع خطير جدا ولا يمكن يعني أي. طيب سيد حامد، سيد حامد، سيد حامد، هذه الاشتباكات أين بالتحديد؟ هذه الاشتباكات أين؟ في الناصرية، في جهة الناصرية عند الكتيبة، في الكتيبة وجهة المعسكرات جهة الدوار المغربية، المنطقة كلها منطقة عسكرية الآن. طيب بالنسبة لجهود المصالحة، أين وصلت هذه الجلود أو هذه الجهود إلى حد هذه اللحظة؟ والله جهود المصالحه عن اخواننا الرجال المصالحه كلهم بذلوا مجهود كبير، وبين الخليفتين احنا ما يهمناش بين الخليفتين، الان الوضع مش بين الخليفتين، الحقيقه خلص وضع الخليفتين في 2017 المصالحه ما يهمناش. يعني احنا الان الغزو اللي جاي على المعسكرات اللي جاي على الداس، احنا قبائل بين مولاي سليمان وسبو بيصارخوا بالداس، قاعد يصارخوا بيتعارفوا وين يطلعوا للربع ويتعارفوا مع بعضهم، الان احنا الان نأتي بنداء استغاثه للقوات المسلحه اللي تم الهجوم عليها. والكتائب المسانده لها هي مش تصرف، هي مش دوله قبيله، القبائل كوحل والمشاكل الان اللي هجمت على هجوم على المعسكرات شيء ثاني. شو تصير تصير في قبائل؟ ما في قبليه انا، القبليه تم بينهم هجوم من كل الاعيان من كل الجهات، تكون الموضوع فيها اللي صار في الصف ولا اللي صار في الدكتور، ما يهمش اللي يتعارف يطلع لربنا يتعارف. اما الان شوف مع المعسكرات ما تقولش ما تحطوش حاجه في حسابي الان هجوم ناس ما تعرف عن القانون والاستردار، ناس مع المعسكرات، ناس من الاستردار، انا جميع قواتنا المسلحه في ليبيا عامه يحط الكلام هذا. سيد حامد، الصوت غير واضح لدي الان، ولكن اريد سؤالك عن ان الرئاسي امر او قرر تشكيل قوه لحمايه الجنوب، هل تواصلتم مع رئاسي المقترح او حتى الحكومه المؤقته؟ ما تواصلناش للرئاسي ولا الرئاسي تواصل بينا، يعني احنا الان ننتظر من الرئاسي حتى دعم معنا الاخر بعض المعنى ما كانش من الرئاسي. قوه ما قوه وين القوه اللي. نعم عميد بلديه سبها سيد حامد الخيالي. نعم ما قلت احنا تو العالم تو العالم نهجم على المعسكرات، مش هجوم على اولاد سليمان وسبوا في بعضهم، احنا هذاك الشيء ثاني. نعم وصلت الفكره. اولاد سليمان نطلع سبوا نطلع ويتعارف الاقصائي وبعدين يكتبوا اللي نعم لكن الان الهجوم على المعسكرات. نعم وضحت الفكره سيد حامد الخيالي عميد بلديه سبها، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.